الصلاة تنقسم إلى قسمين، صلاة فرض وصلاة نافلة. صلاة الفرض هي الصلوات المفروضة الخمس، صلاة الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات. هذا خمس صلوات في كل يوم وليلة. عندنا صلاة الجمعة تصلى في يوم الجمعة، نعم، وعندنا صلوات نوافل. السنن الرواتب يعني سنن مرتبة مع الفرائض الخمس. ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر أو أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. أهم هذه السنة الرواتب الركعتين التي قبل الفجر. نعم، وعندنا صلاة الوتر تصلى من بعد العشاء إلى أذان الفجر. أقل عدد ركعات الوتر لكن قليل لكنه كامل ثلاث ركعات، وقد تصلى ركعة واحدة.